صباح الخير على مشاهدينا، صباح الخير والجمال على مشاهدي قناة الصحة والجمال، صباح جميل على كل الدنيا من أم مصر أم الدنيا. يسعدني ويشرفني أن يكون معايا زميلي الأستاذ نور. صباح الخير يا نور. صباح الخير عليك يا إسلام، صباح الخير عليكم مشاهدين. وكمان النهاردة معانا ضيف مميز، أنا بعتبرها شخصيا أجمد شيف في مصر، الشيف دعاء فؤاد. صباح الخير يا شيف دعاء. صباح النور يا فندم. يا ترى شيف دعاء هتقدم لنا ايه النهارده كده؟ النهارده ان شاء الله باذن الله هعمل لكم اكله تحفه، هي فراخ مشويه في كيس الحراري معاها خضار، تنفع جدا جدا يعني للرجيم للرجيم وكده. حابب تزود في الخضار هقول لكم ايه نوع الخضار باذن الله، والمقادير برضك معاكم، بس هي اكله ملهاش حل مع الرز بالكاري تحفه. طب شيف ممكن تقول لنا مقادير كل طبخه؟ تمام، هقول لكم اللي انتوا عاوزينه. هنا معايا بالنسبه للفراخ المشويه معايا طبعا غسلها كويس جدا جدا بالخل والملح والليمون زي ما احنا متعودين، وانا هنا معايا فلفل اسمر وملح، ومعايا كاري، ومعايا بابريكا، ومعايا توم باودر وبصل باودر وكزبره، ومعايا كاتشب، وطبعا الزيت والخل. تمام. والخضار بتاعي. طيب ممكن تبدأ يا شيف؟ ابدأ. هنا معايا طبعا الفرخه بتاعتي اهي. طبعا تعرفينا بتعملي ايه خطوه بخطوه برضو معانا. طبعا معايا بتعملي ايه خطوه بخطوه ان شاء الله. هنا معايا الصلصه بتاعتي اهي او الكاتشب حسب ما انا حابه، طبعا هضيف عليها المكونات، الكزبره بتاعتي والكركم والكاري والبابريكا بتاعتي. احنا ممكن مع حضرتك بنسمع عن المطبخ الهندي والمطبخ التركي والمطبخ الايطالي، احنا عايزين نعرف ايه افضل المطابخ من دولت على الاطلاق، يعني ايه افضل مطبخ ممكن نشوف فيه وجبات مميزه؟ مفيش احلى من مطبخنا طبعا. طبعا المطبخ المصري طبعا المطبخ لا يعلى عليه. طبعا بنسال على المطابخ العالميه برضو، ايه اللي ايه وممكن مثلا وجه الشبه ما بينها وما بين المطبخ المصري؟ السوري. يعني احنا اقرب للمطبخ السوري عن اي مطبخ عالمي تاني. يبقى تحفه طبعا. هنا الاكلات او البهارات المستخدمه او ايا كان بيبقى نفس المطبخ المصري، تبقى قريبه من مطبخنا جامد قوي. تمام. بالنسبه تمام. للبهارات بيبقى في اي بهارات بتبقى مضره او غلط على الاطفال؟ طبعا هو في طبعا الاطفال بالذات يعني ليهم سن معين عشان يبداوا نحط لهم التوابل بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، طبعا مش اقل مثلا من 4 سنين او 5 سنين قبل كده ما ينفعش ياكل اي حاجه فيها توابل، يعني قبل كده لا، الحاجات المسلوقه بتاعتهم اللي هي مثلا بالنسبه للحاجات لو الوجبات السريعه اللي هي مثلا البرتقال بالبسكوت، بالنسبه لو حاجات سخنه اللي هي الكوسه مع الجزرايه بنسلقها لهم ونضربها لهم في الخلاط، بتبقى وجبه ملهاش حل. تمام. احنا ممكن نشوف حضرتك شغاله اثناء الحديث؟ لا حاضر. هنا طبعا احنا حطينا كل حاجه اهو، طبعا هنزل معايا بالزيت معلقتين زيت كده، يعني يعتبر معلقه كبيره عشان بس تسهل لي ان انا اعرف اندمجهم مع بعض التوابل ببعضها او الخلطه بتاعت الرز او الفراخ او لا، دي الخلطه بتاعت الفراخ بتاعتي. تمام. محتاج تاني شويه زيت. طب كمان شيف ايه اصعب حاجه قابلتك او اصعب موقف قابلك اثناء شغلك كموقف؟ لا. شيف لا بصراحة ما فيش. فيش أي موقف لا لا. صعب أي موقف؟ خالص بصراحة ببقى محرزة من كل حاجة، طول ما أنا واقفة في مطبخي ببقى واخدة بالي من كل حاجة. تمام. طبعا الأمهات بتبقى حريصة جدا على صحة أطفالهم، ممكن تقول لنا يا شيف الأكلات الصحية اللي تقدري تنصحي بيهم الأمهات لكل أطفالهم؟ زي ما قلت لحضرتك وجبات الأطفال من سن 6 شهور لحد سنة ونص احلى حاجه بالنسبه للحاجات السريعه اللي ما تطولش مع الامهات، بالنسبه بسكوت بالبرتقال حلو جدا ومفيد جدا، طبعا في فيتامين سي مفيد جدا لاطفالنا، الحاجات السخنه كوسه مع جزرايه خضار كده سوتيه بيتضرب في الخلاط وبيدي لاولادنا. اهم حاجه عندنا صحه اطفالنا. طبعا ده اهم. طبعا ده اهم شيء حاجه طبعا، واهم شيء عند الامهات كلها صحه اطفالها او الغذاء الصحي اللي بيناسب كل طفل في كل مرحله عمريه. طبعا طبعا يا فندم، بحيث لازم ان يبقى فيه كل المكونات الغذائيه وبيبني في الوقت دوت الجسم يبقى مبني. لو يعني الطفل معانا اتغذى غذاء صحيح بيتني طول عمره جسم مبني على الصحه. تمام. بس فهي الوجبات دي الوجبات ديت، وفي الشوفان، وجبه الشوفان تحفه، شوفان بنعملها باللبن. تمام. ونديها لاطفالنا بتبقى حلوه جدا جدا، وجبه صحيه برضه ومغذيه جدا ومفيده جدا لاطفالنا
وللكبار برضك يعني شوفان عامه حاجه يعني. عموما هو الكبار عموما احنا بنتكلم على الاطفال اللي لسه جسمهم بيتكون. لا طبعا لا هي وجبات طبعا كده حضرتك زي ما انت شايف. طيب اتفضل. انا بعمل كده تدليك كده للفرخه بالخلطه بتاعتي، انا خدت منها شويه طبعا، انا حبيت اعملها بايدي عشان انا هبقى لمسه الحاجه اكتر. تمام اهو بيعمل لها كده زي مساج كده، لازم اوصل التتبيله بتاعتي لجوه الفرخه. طبعا بقيه الخلطه بتاعتي هعمل لكم بيها ايه، طبعا هحطها على الخضار بتاعي عشان يدي نفس الطعم. طيب ايه افضل الاطباق اللي بتفضلي تعمليها او اللي بتطلب منك اكتر باكتريه يعني؟ صراحه انا احنا القلقاس القلقاس طبعا ده احلى في الشتاء طبعا. القلقاس اكله شعبيه والرز المعمر بقى يعني. مش قادره اقول لك الرز المعمر ده اكله رسميه في طبعا. طب بمناسبه الرز المعمر تقدر تقول لنا مقادير الرز المعمر؟ طبعا طبعا. هي بص كل كوبايه رز عليها كوبايتين لبن. كوبايتين لبن، كوبايه الرز عليها معيار كوبايتين لبن. طبعا الزبده بقى والقشطه دي بقى بتخلي قادره اقول لك طبعا الاكلات الشعبيه اللي موجوده في مصر. وبس بتحطي في قلب صينيه. بتختص بالكره والارياف اكتر. نعم بتختص بالكره والارياف اكتر. هي اكله رهيبه ملهاش دعوه بقى. طبعا طبعا بس هي طبعا هي اساس أغلب الارياف. اغلب انتشارها او اكثر انتشارها موجود هي اساسها في الارياف طبعا. في الارياف والكره طبعا. طبعا انا كده هنا خلصت التتبيله بتاعتي. تتبيله كده معلش هاخد بس كده تاني. براحتك. بص كده احنا خلصنا، هبدا بقى اجيب الكيس الحراري. سوري. اتفضل. اهو طبعا هنحط الخلطه. كده. الكيس الحراري التاني. عشان يحفظ الفرخه اثناء الفرن الكيس الحراري. عشان يحفظ الدرجه طبعا بيحفظ جوه. بنحطها في قلب الكيس الحراري بتاعنا وندخل نحطها في قلب الصينيه. تمام. وبنفتح الكيس الحراري فتحتين كده وندخل الصينيه بدون اي حاجه، ممكن نحط فيها شويه خل عشان الصينيه بس بتاعتي ما تجيرش، وبدخله في الفرن بتطلع لي النتيجه بقى حلوه جدا. تمام. كده اهو. بتقعد قد ايه بقى في الفرن؟ من ساعه وربع لساعه ونص. من ساعه وربع لساعه ونص. من ساعه وربع لساعه ونص. بس واضح ان هي اكله مش مكلفه خالص. كتير لا خالص ومش متعبه وسريعه مع حضرتك في الوقت. سريعه يعني ممكن اي ست بيت ممكن تتبلها وتشيلها، تبقى يا دوبك على التجهيز بتحطها في كيس الحرير وبتحطها ولا بتبهدل الدنيا، وسريعه جدا جدا معاها. تمام. بس طيب انت كشيف طموحك انك تبقي ايه بعد كده؟ يعني مجرد مثلا طبخ ولا انت ليك طموح ثانيه مثلا في مجال الشيف او في المهنه بتاعت الشيف؟ لا والله بص حضرتك انا من فرجتي على الشيفات وكده فبصراحه انا حبيتها، غير ان انا والدتي الله يرحمها كان نفسها حلو جدا في حته الاكله دي، بس انا حبيت يعني حبيت انا ليه ما بقاش زي دول يعني الناس اللي خدتها كموهبه مثلا مش دراسه. لا لا الموضوع كان لا كان موهبه. لا مش دراسه بصراحه، موهبه في الاساس. بس لكن هي مش دراسه خالص يعني. بس تمام. طيب هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ المفروض ان انا الكيس الحريري بتاعي حد خده ليه؟ لحظه. طب خلاص عموما كيس الحرير المفروض بتغطي بيه الفرخه. بتغطي بيه الفرخه وبنقفلها كويس او في الصينيه بتاعتها. بنحطها في قلب الصينيه وفي الفرن. طبعا انا هنا معاكم. تمام. افتح افتح اهو. طبعا انا هنا عامله برضو رز بالكاري. تمام. عامله رز بالكاري. الرز بالكاري طبعا بنحط ده كوبايتين رز على كوبايه ميه. طبعا قبل ما بحط الميه ببقى مشوحاه في قلب الزبده بتاعتي. تمام. وبحط بنزل عليه بالميه وبحط عليه معلقه كاري كبيره وبيديني الرز ده رهيب. عايزاه بقى بالمكسرات، عايزاه بالزبيب، حسب كل واحد حسب رغبته. حاجه على حسب. وده الخضار بتاعي اهوت حضرتك اللي شايفه كده. طب الخضار ده عباره عن ايه؟ الخضار ده كوسه وبطاطس وجزر. اللي حابب بقى فيه مثلا خضار للدايت اللي حابب يحطها. طبعا انت حضرتك عارف ان الفراخ المشويه احلى حاجه للدايت. طبعا.
فهي بالنسبه لها وجبه غذائيه لاي حد انا يعني، ما فيهاش اي ضرر. حلو. ومعاها الخضار بتاعها هو سوتيه والرز بالكاري. وطبعا انا هنا عامله لكم سلطه الطحينه. سلطه الطحينه ما بحط لهاش توم ولا بحط لها اي حاجه، انا بصراحه ما بحبش، عشان طبعا انت حضرتك عارف التوم الكتير هو بيبقى غلط. بيبقى غلط. فانا عاملاها بكمون، شويه كمون وشويه ميه، ميه عاديه خالص، ميه من الفلتر او ميه معدنيه، وشويه كمون وملح وفلفل، بتبقى رهيبه. تمام. انا شايفك الصراحه متالقه جدا في المطبخ، عايز اعرف بقى مميزات الشيف الناجح. النظافه ده اهم شيء. طبعا. الذكاء، السرعه، دي اهم حاجه. الحاجات دي طبعا بتبقى على حسب بتبقى موهبه برضو. طبعا. كل ما بيبقى دارس كمان اكتر بيبقى احسن بكتير. الواحد عنده موهبه ممكن يدرس ينمي برضو، لكن طبعا ما ينفعش ده من غير ده. لا طبعا، لا ما ينفعش، ما ينفعش ان انا يبقى عندي موهبه، لا، لو موهبه مع الدراسه ببقى احسن والاحسن. طبعا لكن انا الدراسه مثلا دارسه وما بعرفش اقف المطبخ اعمل حاجه، يبقى ايه لازمتها التعليم؟ ملوش لازمه. من وجهه نظرك انا اللي احسن، الموهبة أم الدراسة؟ هي الموهبة رهيبة، هي الموهبة بقى دي هي نفس، الموهبة طبعا بتحل دي نفس تبقى هي الأساس طبعا في أي موضوع. ممكن أجيب أي كتاب وأنقل منه أي أكلة، بس هتطلع هو الأكلات موجودة على النت وعلى القنوات بقى كتير، بس النفس في الأكل. صح. أنت لا نفسنا إيه بقى في الأكل برضه. واخداها كإيه؟ نعم؟ واخداها كإيه، دراسة ولا واخداها؟ لا أنا واخداها موهبة بصراحة. موهبة؟ لا موهبة. تمام. يعني مش مهنة أساسية ليكي؟ لا انا عندي قناه على اليوتيوب. تمام. يعني هي مهنه برضو. طبعا مهنه. انا مفكر ان هي على اساس ان هي موهبه مثلا، وبتعملي انت اصلا اي مجال تاني او شغاله في اي مجال تاني. لا انا عندي قناتي برضو بنزل فيها اي. قناتي مش مخصصه مطبخ، بس انا حابه ان انا يعني قناتي اكلات، اي اكله انا شاطره فيها، لو في حاجه انا مش متعلمها بتعلمها وبجربها الاول مع نفسي وارجع اطلعها يعني القناه مش مخصصه للطبيخ بس او اطباق معينه او كلام من ده. لا بتعلم كل، حتى الحاجه اللي ما اعرفهاش بتعلمها. بتعملي برضو اكلات تانية من مطابخ تانية سوريه؟ لا، تركيه. مصري. مصري بس. مصري هو المصري يعلى عليه طبعا في اي حاجه، بس برضو يعني أكيد المفروض طبعًا. التنوع مطلوب يعني. اكيد طبعا. بس انا بيطلب برضو بحكم شغل، بيطلب منك برضو، ممكن حد يخش في التعليقات يطلب منك حاجه، بيطلبوا منك طبعا غصب عني طبعا، هتعلمها بيطلب طبعا. منك طبق معين، حاجه معينه، انا طبق من مطبخ تاني، عايز اعرف على الاقل المقادير طبعًا. بتاعت اي طبق معين. ده طبعا ده لازم، دي حاجه لازم طبعا. المفروض ان الشيف يبقى ملم بكل الاطباق كل وكل حاجه، حاجة. كل يعني حاجه بيمر بيها. طبعا انا عايز اعرف بقى الشيف دعاء، شوف دعاء بيتميز باني اكل، يعني اللي هو المعروف باني اكل. المحشي. المحشي. المحشي ده اساس البيت المصري. المحشي. انت بتتكلمي في اكلات اللي هي الشعبيه بتاعتنا. بقول لحضرتك المحشي والقياس بقى، الرز المعمر والبط. لا هي اكله معينه. لا بصراحه المحشي. المحشي. المحشي والكرنب بالذات والورق العنب. هو الاكله الشعبيه بتاعت المصريين كلهم عموما. المحشي. ده لازم في موسم العيد، حتى اول يوم العيد لازم يبقى محشي. لازم اساس. واول يوم رمضان، ويعني مرتبطه بالمناسبات كمان. ده لازم. اكله المحشي بالذات. اساسي عندنا، ده روتين مفيش لازم حد يقدر. لازم اول يوم العيد واول يوم رمضان. ده بالذات اول، فعلا اول يوم رمضان ما اسالش حد لما الاقيه يقول لي انا عامل محشي. اغلب البيوت المصريه بتبقى شغاله في المحشي اول يوم رمضان واول يوم العيد برضه. ده حقيقي فعلا. مش عايزه افاجئ. هي اكله اصلا يعني بصراحه، هي رغم ان هي ممكن تبقى بتاخد وقت مع ناس، بس هي اكله جميله وانت واقف بتعملها كده بيبقى فيها متعه ثانيه. والله انا ما جربت، انا ما نفسي ما باكلهاش يعني، مش مفضله بالنسبه لي. لا انت لو جربتها بس من ايد حد يكون بيعملها حلوه هتعشقها. اكيد. ان شاء الله. مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال، هنخرج فاصل وهنرجع نكمل حلقتنا مع الشيف، وهنستضيف في فرقتنا التانية، فرقة نبض الشارع، خليكم معانا. ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج حكايتنا، مشاهدي قناة الصحة والجمال، وما زال معانا الشيف دعاء بتكمل الطبق اللي قالتنا عليه الفراخ مشوية بالرز الكاري، ومعانا فقرتنا التانية فرقة شباب نبض الشارع. الاستاذ بوجي والاستاذ وزير اللي هيقدموا لنا النهارده وهيكلمونا عن هي فرقه نبض الشارع. اتفضل استاذ نور. اعزائي المشاهدين، طبعا هتكلم عن موضوع مهم جدا الفقره ديت، وهو موضوع المهرجانات. المهرجانات اللي تخص اللي بيسمعها بيوت دلوقتي المصريه، ومش بس كمان البيوت، ده الشباب والاطفال كمان. حابب طبعا ارحب فريق نبض الشارع وخاصه بوجي والوزير. اهلا بكم يا شباب. اهلا وسهلا. عرفوني بقى ازاي ابتديتوا مجال الغنى؟
يعني احنا في الاول خالص انا كنت شغال، ابتديت كان معايا جهاز وبتاع، فابتديت اشتغل واسجل اغاني واحده واحده، ابتديت ان انا اكتب كلام، بدل ما اجيب كلام من حد واغنيه بقيت انا اللي اكتب الكلام. وبعد كده بقى ابتدينا نمشي في الموضوع واحده واحده، وكان معايا واحد صديقي اسمه احمد الصيني، هو ده اللي كان معايا من زمان، وبدانا مع بعض وكنا بنطلع الدي جي مع بعض وبتاع. فبعد كده قال لي عن بوجي وكده، وكلمني عن بوجي وقال لي ده حلو وكده، فابتدينا بقى نشتغل مع بعض، ومن هنا بقى الدنيا مشيت. كونتوا بقى من هنا فريق نبض الشارع. تمام. واضح من اسم الفريق نبض الشارع ان انتوا بتتكلموا عن اللي بيحصل في الشارع المصري، او اغانيكم بتمس المواضيع اللي بنشوفها النهارده بتحصل في الشارع المصري، زي مثلا ممكن موضوع الصحاب واللي بيحصل من الصحاب وجدعنه الصحاب وغدر أكيد الصحاب. أكيد. اكيد طبعا انتوا ممكن تكونوا عاملين حاجه عن كده او موضوع عن كده، لو ممكن لو تسمعونا حاجه عن كده عن الصحاب. كل اصحابي جدعان. اتفضل. كل اصحابي جدعان. كل اصحابي جدعان. انا صاحبي جدع وبقول، انا صاحبي جدع وبقول يا بخت اللي صاحبه صاحبي. الصحابي 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 في لما بتبقى خراب، الصحابي 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 لما بتبقى خراب، الصحابي الصحابي الصحاب في لما بتبقى خراب، الصحابي الصحابي الصحاب في لما بتبقى خراب. بقول لك يا كابتن اللي صاحبه راجل ايده على كتفه ويشد من دوسي فورا، انا كتف كتفك ياللي جدع انا متكلي معاك على اي حال يمين مش شمال، انا صاحبي بشدتي اللي موافق على الكلام ده يسمعنا السقفه كده اهو. السقفه السقفه على السقفه السقفه. الصحابي الصحابي الصحاب في لما بتبقى خراب، الصحابي الصحابي الصحاب في لما بتبقى خراب. انا كل اصحابي جدعان جدعان وتمام يا تمام، انا كل اصحابي جدعان جدعان وتمام يا تمام. مش صحبه لزقه وفيلا، صحاب مظبوطة مش إلا، مش صحبة لزقة وفيلا، صحاب مظبوطة مش إلا. بقول لك يا كابتن، بقول لك إيه، لو عايز تزيع قول زيع، سمعهم يا مضيع. جميل جدا ما شاء الله. طيب عايزين نعرف بقى، أنتوا اللي عاملين الأغنية ديت صح؟ كل حاجة فيها. هو اللي موزعها مضو الفظيع. مضو الفظيع. موزع جامد جدا ومعروف وتقيل في المجال من زمان جدا يعني. تمام. لكن باقي بقى الحاجات والتاليف والكلام ده انتوا اللي عاملينه. وزير بيكتب الكلام. وزير اللي بيكتب. تمام. طب من وجهه نظرك بقى عايز اعرف، الممثل اللي المغني اللي بيشهر الاغنيه ولا الاغنيه اللي بتشهر المغني؟ والله بص، هي بتعتمد على ايه؟ ان انت يكون عندك انت اداك حلو بيكمل بعضه. بيكمل بعضه. كلام حلو ولحن حلو مع موزع شاطر كلها بتكمل بعضها. ايه اكتر اغنيه سمعت معاكم او بدات الناس تعرف عن طريقها فرقه نبض الشارع؟ في اغنيه اسمها جدع يالا، في جامد قوي. جدع يالا. جدع يالا شبح يالا سريع. ده اكتر اغنيه بدا فرقه نبض الشارع بدات تتشهر وسط الناس فيها بسبب الاغنيه دي. الاطفال والناس الكبيره، ناس كتير قوي يعني الحمد لله. تمام. وبتغنوا لون تاني ولا هو كذا لون؟ يعني مش لون واحد، يعني بيطلع من لون بيخش في لون، يعني ما بنعملش حاجه واحده معينه، بنعمل لكل الناس حاجه. زي كده اسمها مولد مولاي. طيب ممكن تسمعونا حاجة لمولد مولاي؟ ممكن تسمعونا حاجة لمولد مولاي؟ يلا تاني. Yeah.
برضه نشوف وصلت معانا لفين. اتفضلي يا دعاء. خلاص انا كده خلصت. طبعا قعدت التتبيله بتاعتي مع الخضار بتاعي قعدتها حوالي ساعتين، المفروض هي تقعد ساعتين. وبعد كده برجع ادخلها الفرن طبعا في كيس الحراري، وبفتح زي ما قلت لكم بالسكينه كيس الحراري. طب ممكن تورينا توري الجمهور الشغل ده كده بعد ما لفيتها في الشكل؟ ايوه كده الحطيتها في الورق الحراري في كيس الحراري وعملتها بالسكينه بتاعتي وحطيتها في الصينيه وحطيتها في الفرن من بتقعد حوالي من ساعه وربع لساعه ونص بالظبط عقبال ما تستوي معايا. طب انا عايز اعرف بقى ايه وجهه نظرك بقى ورايك فيهم من المهرجانات الجميله اللي انت سمعتيها دي؟ لا بصراحه احنا ما نقدرش نستغنى عنها. يعني ايه راي حضرتك بالنسبه لضيوفنا النهارده فرقه نبض الشارع؟ اهلا بحضرتك. عايزه تساليهم اي اسئله وعايزه تقول لهم اي حاجه؟ لا خالص والله، بس انا بجد ما فيش في اي تعليق بالنسبه لحضرتك او عايزه تنقلي ليهم مثلا راي الشارع اللي موجود في المهرجانات عموما؟ او طبيعي يعني هو في هجوم. طبعا طبعا في هجوم، لكن بصراحه انا شايفه ان ما ينفعش في فرح من غير هو اي لون من الوان الغنى او التمثيل بيبقى فيه نقد وبيبقى فيه تأييد. طبعا ده اي كل النقد والتأييد موجود في اي مجال طبعاً او في اي في اي حاجه في اي مجال عامه. هو انتوا دخلتوا مجال تاني غير الغنى ولا هو الغنى بس؟ يعني عملت مسرحيه مع استاذ احمد بدير والاستاذ محمد جمال. انت حبيبي كده. مع استاذ محمد الصاوي اسمها الغيبوبه. ايوه. وكنا عاملين فيها مهرجان اسمه الغيبوبه. وكان معانا في واحد صاحبي. كنت طالع فيها ممثل ولا مغني؟ مثلت فيها وعملت فيها مهرجان. عملت كليبات بقى الافلام قبل كده؟ عملنا كذا كليب، عملنا كليبات لمهرجانات ثانيه مش للاغنيه نفسها. ايوه. بس ما فيش اي كليبات لكم صورتوها؟ لا ما صورتوش كليبات. صورنا كليبات وكليبات نازله. طب انتوا كاسم نبض الشارع الاسم لفت نظري بصراحه من ساعه ما عرفت اسم الفرقه. انا بس عايز اعرف الفكره دي جت لكم منين او الاسم جالكم منين؟ اسم نبض الشارع ليه نبض الشارع؟ يعني ليه سميتوه نبض الشارع؟ نبض الشارع الكلمه نفسها بتدل على الحيويه او ان كل يوم في جديد طبعا، بان القلب هو اللي بينبض. تمام. فالكلام بتاع حضراتكم واضح ان من الاسم نفسه ان انتوا بتنبضوا كل يوم جديد او في كل يوم عندكم موضوع جديد. ايوه تمام. والله هو الاسم دون يعني واحد صاحبنا اسمه حسام، واحد صاحبنا اسمه عبد الله عزب، ده كان من ضمن الناس اللي بتدعمنا كتير. عبد الله وعايز اوجه له شكر ان الراجل ده واقف جنبنا كتير. هو اساسا اللي جاب لنا الفكره دي اساسا، لكن هو مصور فوتوغرافر ومصور لنا الكليبات بتاعتنا برده، وقال لك انا عايزين نعمل بقى ايه، نجيب اسمه بتاع وكده. كنا قاعدين قاعده طبيعيه كده، فواحد صاحبنا اسمه حسام توتي فجاه كده قال لك انا عايز اعمل اسم فريق، قال له ايه رايك في نبض الشارع؟ فاهم الاسم بقى معنى الاسم بقى اللي هو بيدل على حاله ان انت بتجيب حاجات من الشارع. جاب افيه حاجه ما بين واحد صاحبك. طيب احنا طبعا الناس عارفين بوجي ووزير، لكن ما يعرفوش مين هو بوجي، ما يعرفوش مين هو وزير. ولا هو ده مجال دراستكم، ولا انتوا اصلا بتدرسوا في حاجه ثانيه او في مجال ثاني وواخدين ديت كموهبه؟ يعني نتعرف هو مين بوجي ونعرف مين هو وزير. اتفضل. انا الاسم الاول بتاعي حسام نبيل فهمي عبد المجيد، شهرتي بوجي العميد. انا في السنه دي في سنه رابعه بكالوريوس هندسه ركاب الجوده. انا اسمي سيد وكده، فقبل يعني السنه انا كنت في التعليم وكده، بس يعني خلصت وقدمت زي سياحه وفنادق كده، دخلت شيف وكده. كملت برضه كملت شغال في مطعم وكده في المانيال شيف وكده، والدنيا تمام. يعني يعتبر نفس المجال مع الشيف دعاء ده، يعتبر نفس المجال مع الشيف دعاء. يعتبر لسه كنا بنتكلم فيه برضه النهارده موضوع الدراسه والموهبه. هل انت دراستك لها شغل اختصاص بمجالك، ولا انت عندك موهبه بتحب تنميها؟ ده اللي احنا لسه كنا بنتكلم فيه مع الشيف دعاء، ان انت درستي موضوع الشيف ولا انت مجرد واخداها موهبه؟ ده برضو الوقت انت اكدت لنا عليه بكلامك. او انت يعني شايف ان الغنى هيأثر عليك؟ موهبه برضو يعني الغنى بالنسبه لك موهبه، انت ما درستوش او ما دخلتش معهد موسيقى او كلام من ده، انت واخده كموهبه. واضح برضو من الاستاذ محمد برضو ان نفس الوضع برضو واخد الموضوع، انما هو له مجال دراسته ثاني في مجال الهندسه. تمام. ما هي بتبقى كده وكده. المجال ده اساسا من بدري يعني، الاول انا كنت بلعب كوره زمان، ف ما ربنا ما وفقش، فالمجال ده بقى خدته من 2009 و2005. طب انت شايف نفسك كنت شايف نفسك فين بقى، في الكوره ولا في الموسيقى لما دخلت في المهرجانات والاغاني؟ كنت يعني الحمد لله ماشي كويس، بس انا اللي قصرت بصراحه عشان ما ابقاش كداب برضه. بعد كده بقى جيت من سنه 2010 كده، كان ليا واحد صاحبي اسمه احمد يسري وواحد صاحبي اسمه عادل، كانوا بيغنوا، فانا اساسا احنا كنا عاملين فرقه اسمها العقارب بقى، وبنروح افراح نرقص الشهات انا واصحابي وكده.
فكان عجبني كان هو نمبر 1 الشارع وعمرو دياب الشارع كان شحته شحته كاريكا الله شحته كاريكا طبعا فنان كنت انا حابب المجال ده بقى فبدات من هنا بقى انا ايه امسك مايك واطلع اغني بقى واحده عادي طب انت شايف ان الغنى هياثر عليك في تعليم كمان انت بتتعلم لا 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 ماثرش عليك خالص لا لا خالص الحمد لله يعني طب عايز اعرف ايه الهدف اللي انت عايز توصله للجمهور من الغنى الهدف ما هو كل اغنيه بيبقى ليها هدف يعني في اغنيه مثلا بنتكلم فيها عن العيش والملح الناس اللي ما بتسمعوش حالة العيش والملح عاش قوي عاش قوي جميل قوي برضه كانت طب ما تسمعها ممكن تسمعه لنا تمام عاش قوي عاش قوي انت مش جدع يا انا حسام خبيث يا انت بتعرفش اي حاجه عن الرجوله ولا تعرف حاجه عن العيش والملح كيفها انتوا جدعان عشقاوي عجبتوني انبسطت ضحكتوني بقيت انا شطان خبيث وانتوا الملايكه بتنصحوني انتوا نسيتوا مين انا ابو صاحبه الجدعانه بقيت وحش انا ملعون ابو النفس انا بالعيش والملح ده بقيت احزاب انا ديب ماليش صحاب ماليش احباب الظن خاب خلاص مفيش عتاب سمح يا دنيا كفايه عذاب يا موجه ودي ودي وديني اي حته تاني احذفيني يا حظ العف العالي خليني يا دنيا يا احزان حليني هو انت غاويه ليه تعذبيني هو انت غاويه ليه تعذبيني نبض الشارع نبض الشارع جات في دماغي فوقتني الناس في شده بعدت وسابتني القصه واضحه هنا زي الشمس صحبتنا طلعت يابا الا وان شوفان شوفان تاني مش اشوفه وكلام ليكوا في الهوا محذوف كلمه معلش ما تداويش جروح كلمه معلش ما تداويش جروح معلش ما تداويش جروح احساس مفيش احساس هنا بالناس ده عادي عادي عالكل وداس بينسى الاصل بينسى مش على وانا ماشي عكس عكس مش على وانا ماشي عكس عكس عكيت في حقي نفسي بصيت ما لقيتش نفسي الكل بص لنفسه وانا ما بصيتش لنفسي طلعت شهادة وفاة لكل اللي في حياتي هعيش لحالي ونفسي واظبط حساباتي هشيل همي وبس واكتفي بذاتي مش عاوز حد معايا مش عاوز حد في حياتي مش حابب اكون فايق اصلا لما بفوق بزعل وبتضايق حابب اكون عبيط مش حابب اكون فهمان اصلا لما فيق بقى كله زعلان اصلا لما فيق بقى كله زعلان بالعيش والملح ده بقيت احزاب انا ديب مالي بتكتبوها بتبقى مجرد كلمات بس تمشي مع رتم الأغنية أو لحن الأغنية ولا كلمات أنت قصدك إن أنت توصل حاجة يعني توصل الرسالة على نطاق أغنية أو على نطاق إن أنت بتتكلم كأغنية كل واحد حصل مع حاجة من اللي إحنا بنقولها طب إيه بقى الهدف بتاع دي؟ يعني الرسالة بتاعتها ما مثلا دلوقتي ديت هدفها اللي واحد مثلا كنا قاعدين في قعدة ودي حقيقة فواحد بيقول لك أنت مش جدع واحد بيقول لك أنت مش فاهم واحد بيقول لك فأنا بقول لهم كفايه انتوا جدعان فاهم انت اللي مؤلفها دي كفايه انتوا جدعان وهم ماشي وسايبه بقى كان العيش والملح داب وزير بيعمل ايه مثلا وزير مثلا ممكن يبقى قاعد مثلا كده حضر موقف أيوة حاجه حصلت حقيقه ما عملها مثلا في فكره جات لي قام جاي مثلا لا هو وزير بس موجب في الكتابه يعني انا بتقدم نصيحه مش مجرد كلمات وخلاص واغنيه ورتم ولحن بس وخلاص انت اصلا انت توضح نصيحه برضو او بتنصح الشعب بعد ما في خلال الاغنيه بعد ما تقال لي كده على طول قمت انا عاشقه وعجبتوني انبسطت ضحكت ما هو واضح ان الكلام من نفسه كلام بيدل على نصيحه يعني مش مجرد كلام مهرجانات وخلاص اللي في مهرجانات بنسمعها ما تعرفش ايه المقصود منها او الكلام اللي بيتقال ايه المقصود منه اصلا هو عايز يقول ايه جميع الطوائف وجميع الاعمار فلازما كل واحد بيسمعك يفهم انت بتقول ايه مش اي حاجه خلاص يعني مش طبعًا. اي كلام وخلاص لان انت عارف ان احنا هنا كشعب مصري الاطفال والشباب بيقلد وخلاص من غير ما يفكر يعني بيقلد بس وخلاص مجرد تقليد طبيعي لما يجي عشان حتى لما يجي حد يسالك تكون انت راجل فاهم مش انت قال حاجه خلاص بس الطبيعي الاول زمان كان ممكن المهرجان بيسمعه مثلا فئه معينه دلوقتي بقى كله جميع الفئات بتسمع المهرجان وطبيعي لازم خرجتوا بقى بره مصر ولا حاجه اي مهرجانات بره مصر اي قدمتوا اي حفلات بره مصر ولا كله لسه في نطاق كله هنا لسه في مصر بس تجولتوا في المحافظات رحنا محافظات كتير يعني زي
المنوفيه والمحله وابو سيم والسويس صحيح تمام. طب مين اللي دعمكم بقى؟ بصراحه اصحابنا، هم اصحابنا واخواتنا واهالينا يعني. حتى اللي بيعمل لنا الكليبات وكده اسمه محمد الحونش يعني، هو معانا برضه. محمد ده برضه صاحبنا، ده هو اللي يعني هو اللي جاي، هو اللي بيشغل لنا الدنيا، هو اللي بيعمل. بالنسبه للي بيغني انتوا الاثنين بس، انما طبعا معاكم الفريق بتاعكم اللي بيكتب واللي بيلحن والمخرج. هو وزير بيكتب يعني، انت بتكتب وبتغني كمان؟ وزير بيكتب بسم الله ما شاء الله، وبابي يلحن. انا ممكن مثلا يجي لي حاجه اقولها له وهو يعملها لحن كده، بيجيب لي بنكمل بعض. تمام يا وزير، يعني انت مؤلف ومغني وشيف كتير كده بقى يعني، ده شيء بعد طبعا ماشي، مش مشكله هتتدرب برضه، هتتدرب يعني زي الشيف دعاء. وصلنا لفين يا شيف دعاء؟ لسه كده خلاص. طبعا هي بتاخد زي ما قلت لحضرتك من ساعه وربع لساعه ونص، وقبل كده لازم احطها طبعا ساعتين في التتبيله مع الخضار السوتيه وكده عشان تشرب منه. والرز بالكاري زي ما قلت لحضرتك، طبعا حضرتك عارف فايده الكاري في الرز، فايدته عامله ازاي. طيب انت ممكن توضح لنا برضه فايده الكاري، باعتبار ان في ناس برضه ممكن ما تعرفش. حلو جدا جدا للذاكره يعني، هو حلو جدا، بينمي الذاكره جامد، وبرضه للاطفال بس لسن معين، مش يعني مش اقل من 6 سنين يعني. اللي بعد 6 سنين ممكن ياخد يعني في الشوربه، بنحطه في الشوربه، بنحطه في نضيفه في اي اكل يعني. في ناس كتيره ما تعرفش الفايده، ان هو ممكن يتحط مع اللحمه وهي بتتسلق، مع الفراخ وهي بتتسلق، ليه فايدته مع القرفه، والقرفه برضو بتبقى حلوه جدا. الاضافات اللي هي غير البصل اللي احنا متعودين عليه والفلفل والثوم والحاجات دي من الاساسيات. لكن في حاجات تانية مفيده جدا زي الكاري، زي الكركم، زي القرفه طبعا اللي هي الخشب، القرفه الخشبيه ديت، حاجات دي هو واضح طبعا من شكل الطبق ان هيبقى طبق يعني واضح من الريحه بتاعته ان طبق يعني ربنا يخليك يا رب، طبق مميز. تسلم. نرجع لفريق نبض الشارع. بالنسبه لفريق نبض الشارع، انتوا ايه طموحاتكم للفرقه بتاعتكم بعد كده يعني؟ ولا انتوا ناويين يعني على كده وخلاص في المستوى المحلي، او انتوا طموحاتكم او انتوا عايزين توصلوا لايه؟ ماشي، نوصل لكل الناس، جميع بقى البلاد في العالم كله، الناس كلها تعرف يعني ايه مهرجان، تسمع. وعايزين لكم توصلوا، في ناس كتير قوي في المجال بتاعتنا طلعوا بره بسم الله ما شاء الله، والحمد لله يعني شرفونا وشرفوا مصر. بس هي بقى القصه في مصر هنا بقى، في شويه حاجات كده بس الحمد لله يعني. انا عايز اعرف ليه المهرجانات بتبقى مرتبطه بال في معظم اغانيها بالحشيش والخمر؟ بص هقول حاجه، ماشي، هي ما تبقاش مرتبطه قوي، بس هي ايه، بيبقى مواقف. ومعظم اللي بيبص اصلا حاجه، كل اللي بيغنوا مهرجانات لان الحمد لله كلنا من مناطق شعبيه، صح؟ فانت بتخش فرح، بتخش بتشوف ناس في نهايه. عموما احنا طبعا احنا كان وقت سعيد جدا قضيناه مع فرقه نبض الشارع ومع الشيف دعاء، بس طبعا نظرا لضيق وقت الحلقه، انا عموما سعيد جدا ان اتقابلت في حضراتكم، وسعيد جدا ان اتقابلت في مع الشيف دعاء، وطبعا سعيد بزميلي الاستاذ نور احمد، وشرفتونا الحلقه الجايه على خير كلكم جميعا. بس الاستوديو انا اسعد اصحابنا الناس اللي دعمتنا كلها كلها واهالينا، عشان اهالينا وقفوا جنبنا كتير جدا الحمد لله يعني. وبشكر امي واخويا واصحابي كلهم، خصوصا الناس اللي دعمتنا قوي، الحنش صاحبنا وعبد الله عزب، عشان بنوجه لهم الشكر يعني للاساتذه اللي شغالين في نبض الشارع. وتسمعونا مهرجان ايه نختم بيه الحلقه بتاعتنا؟ اللي هو بقى اللي لسه ما نزلش، اللي هو ايه بقى لسه ما نزلش؟ طب اسمه ايه؟ بيحبوني عاملين بيحبوني. طب نسمعه. ماشي اتفضل. اسم المهرجان يا شباب؟ ماشي ماشي ماشي. DJ فلسطيني ريمكس. يلا من جوه مش نضيفة، قلوب سودة مخيفة، حبوا نفسنا ومفيش جدعنة حاجة مش لطيفة. اشتغلوا اشتغلوني، تعبين بتسموني، بينفقوا يقطعوا في غيابي، يلطعوا عاملين بيحبوني. سابهم يا عم يقولوا قولوا في غيابي، يقولوا انا بسعى وهوصل، بس مشغول بقولوا